انا مش يعني متمسك بالنادي لسببين. انا ما بحبش الفشل، لازم اعمل فرق بطولة من ان انا حافظت على النادي في احلك الاوقات اللي كان فيها مفروض ان النادي هيضيع. لكن انا دلوقتي بدور على بطولة، بدور على موارد مالية، بدور على ان انا انشئ حاجة لجماهير الإسماعيلية. انا هفضل موجود لغاية لما الحاجة دي تستكمل، وبعد كده اهلا وسهلا باي واحد محترم مؤدب ايده نظيفة يجي يتفضل. وانا قلت لو جالي واحد كويس انا اثق فيه دلوقتي انا مستعد اسيب له النادي وامشي. بس للاسف اللي بيحوموا حوالين النادي كلها مصالح خاصه وانا ضد المصالح الخاصه. اهلا وسهلا بيهم، هم اخواتي، ما تكلموش مع حضرتك ابدا نهائي نهائي. هم لو عايزين حاجه عندهم تليفون يتكلموا معايا زي ما حصل قبل كده. حصل قبل كده المهندس اسماعيل عثمان كلمني قال لي محمد احنا معروض علينا النادي واحنا عايزين نيجي ناخد النادي، وفي وجودك احنا وانت واحد، هل تقبل؟ قلت له اتفضلوا، واستقبلتهم وقدمت استقاله. محدش كلمني في الموضوع ده، اذا هم ما عندهمش اتجاه، وبالتالي مش هسيب النادي لاي حد يجي يسقط عليه بالباراشوت ياخد نجاحات احنا عملناها.